ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لو قال قائل هذه الواو ما هي؟ أهي واو عطف؟ إذا كانت حرف عطف كيف يكون المعنى؟ ربنا دعاء ولك الحمد إخبار. فهذه الواو قال بعض العلماء إنها حالية، يعني ربنا استجب حالة كون الحمد لك، فهو توسل بصفاته عز وجل. وقال بعض العلماء إنها واو استئناف، فيكون المعنى ربنا استجب، ثم تبدأ جملة أخرى ولك الحمد.